المقارنات ما بين المرأة والرجل أكيد ما تخلص، ودائما بتكون محل لدراسات أو حتى حوارات وغيرها، وخصوصا لما نتكلم موضوع الشراء والدفع، أو خلينا نقول وجهات النظر الشرائية المختلفة. ففي البداية حابة أعرف إيش رأيك يا مها في هذا الموضوع، هل تشوفي إنه المرأة أو الرجل أكثر حكمة في موضوع الإدارة المالية أو حتى في المشتريات والدفع؟ شوفي، وجهة نظري يمكن تختلف عن الواقع أو الدراسات وش تقول، لكن أنا أعتقد أنه الرجال أكثر حكمة. يعني السيدات إحنا ننبسط لما نسوي شوبينج. الرجال ما يحب يدخل مول طبعاً. إحنا بس كذا، ليش بتسوين شوبينج؟ وش عندك؟ عندك مناسبة؟ عندك شيء؟ لا والله طفشانة. صح. بسافر، ليش؟ بروح أسوي شوبينج. طب ما عندك ملابس؟ لا والله عندي بس 3 غرف ملابس مليانة وما يمديني حتى أدخل، بس إنه أحس إنه دايماً أقدر أني أنا ألبس زيادة، أقدر أني أنا أشتري زيادة. هذه مشكلة السيدات. صح. إنه إحنا عندنا تلقين آخر شيء تكتشفين عندك نفس القطعة بس لونين مختلفة. أو فأنا أعتقد من وجهة نظر المتواضعة إنه السيدات ما عندهم هذا الحس، فالرجال في المقابل عندهم حكمة أكثر في الإدارة المالية. والله أنا يبدو لي أنا محسوبة على السيدات، لأنه أنا هرموناتي هرمونات الرجال في طريقة الشراء وغيرها. لكن عموما يعني لما نبغى نتكلم عنها وفق مثلا مواقف حقيقية أو نتكلم عن الدراسات وغيرها، مهم جدا أنه إحنا نستضيف معنا في البرنامج المختصين. إذا خليني أرحب بضيفي في الاستديو الدكتور شجاع القحطاني، استشاري اجتماعي أسري. أهلا وسهلا بك دكتور شجاع، حياك الله نورتنا. أهلا حياك الله، تفضل نورتنا. حياكم الله. كيف حالك؟ يا مرحبا، الحمد لله طيبين. معايير جودة الشراء ما بين المرأة والرجل، كلمني عنها بصراحة. أنا كنت مستمع لحديثكم أول، ما شاء الله. أيوة. وطبعا التسوق عند المرأة بطيء ياخذ وقت يعني، وفي متعة بالنسبة لها وكانها رحلة يعني فيها استمتاع. طبعا. وغالبا المرأة تذهب للسوق وما في بالها شيء، إذا لقيت شيء حلو بشتري، وتلاقي شيء كثير حلو. إذا لقيت شيء عجبني يناسب الموضة هشتري. عكس الرجل يعني يروح كأنه في مهمة حرب أو مهمة عسكرية، يروح بسرعة عنده هدف معين، أدخل المحل الفلاني أشتري الشغلة الفلانية وأطلع. ويكون سعيد إذا أنجز المهمة بسرعة. المرأة يمكن تحب تأخذ صديقاتها، تأخذ خواتها معها. صح. الرجل ما يحب يروح مع أحد، دائما يحب يروح بالحالة. فغالبا أكيد في اختلافات كبيرة بينهم. صحيح الشراء في جانب منطقي وجانب عاطفي، لكن يظل سبحان الله سيكولوجية الرجل والمرأة مختلفة. طبعا في دراسات تقول لك مثلا أنه 30% من الشراء تأتي بطريقة متأنية. يعني أنت 30% أنت عارف وش تبي وش تحتاج، 70% تجي بطريقة تلقائية يعني غير مخطط لها. فتخيل نسبة كبيرة، 70% يعني أنت تروح للسوق والله بطريقة غير مخطط لها، وتشتري لك لبس معين أو شغلة معينة، ساعة، عطر، وأنت أصلاً ما كنت مخطط، ما كنت محتاجها أصلاً، أو ما كنت محتاجها، ما كنت محتاجها. إحنا يعني صار عندنا لبس، يمكن دكتور ما أدري إذا تتفق أو لا، ما بين الاحتياج وإنه أنا أبي هذا الشيء، أنا أحتاج هذا الشيء ولا أنا أبي هذا الشيء يعني. فهذه خلنا نقول المشكلة عندي يمكن أكثر السيدات. لكن لو بنتكلم مثل ما تفضلت قبل شوي، قلت 70% من خلنا نقول سلوك الشراء تلقائي، غير مخطط. نعم. ليش برايك يعني إيش هي الأسباب؟ لو قلت لك عدد لي الأسباب اللي خلتنا وإحنا جالسين نشتري وإحنا طالعين نشتري، أو أشتري أشياء أحتاجها أشياء ما أحتاجها، أشياء بستخدمها أشياء حتى ما أستخدمها. أولا العروض والخصومات لها دور. نعم. الإنسان ما يقاوم العروض والخصومات، لذلك يشتري شيء ما يحتاجه. هذه نقطة. النقطة الثانية طريقة العرض، الموسيقى الهادية، الأنوار، وضعها بطريقة معينة، العاملين في المحل ابتساماتهم، طريقتهم، تعال جرب، تعال شوف، تعال أعطي نظرة، فهمت؟ فأحيانا هذه زي اللي مثلا اللي يعطونك عينات العطر. عينات العطر. أي صحيح. فأنت تشم أحيانا، خليني أروح أو أقولك بس جرب، بس أدخل المحل، بس لا تشتري عادي، بس هذه تراها يعني كمين. صحيح. كمين. صحيح. أدخل المحل بس. إيه، هذه ممكن تكون لها دور. أيضا في دراسة أشارت إلى أن العقل البشري يتألم حينما يدفع المال كاش. أها. أكثر مما هو بالبطاقات الائتمانية.
شخصيه اذكياء الحين خلوها كذا ترن انت دافعه مبلغ وقدره. يقول لك انت تشعر بالم، الم الدفع والم انك انت دفعت شيء من لما يكون كاش محسوس محسوس ايه؟ اما بالبطاقه او حتى بالجوال اعطيه 500 يعطيني اياها فكه ضاعت بركه ال 500 ايوه تحسين انه واحيانا بعض المحلات تعطيك مثلا السعر 299 في 300 في 300 فانت يجي في بالك ال 200 انها 200 فهذه من الاشياء اللي ممكن لها دور في عمليه يعني قصدك يستخدمون السيكولوجي او نعم. علم النفس في نعم. الماركتينج والتسويق دكتور اكيد اكيد وايضا في دراسات اشارت ان المراه اكثر عميل ينجح المنتجات او يفشل احنا اللي نحرك اقتصاد البلد نعم. احنا اللي صحيح. عندنا القوه الشرائيه يعني وبنحرك اقتصاد المنتج البلد المنتج عند صديقاتها عند زميلاتها فيشترون نتأكد. وممكن تقول لا هذا المنتج ما يصلح وفي عيوب وما يشترون أيه. فهي مسوق ترى بطريقة غير صح. مباشرة 100% إيه. صحيح. إيه. صحيح. والآن في الوقت الحالي يعني التعليقات اللي تجي في جوجل الخاصة بالمحل أيضا لها دور كبير أغلبهم بنات ترى إيه. أغلبهم اللي عندكم ترى بنات إيه. فلذلك ممكن تكون لها أيضا لها دور نعم. طيب دكتور شجاع خلينا كده نسوي اختبار بسيط نعرف من خلاله مين الأفضل في التعاملات المالية يعني لما نجي نبغى نفكر في موضوع التسوق مين بيوفر أكثر في موضوع التسوق هو الاختلاف بينهم كبير يعني مثلا لما الزوجين الرجل والمرأة يروحوا مثلا سوبر ماركت عشان يشتروا أغراض البيت حقت الشهر هذا طيب المرأة تقول نشتري بالجملة يعني نشتري كيس رز كبير نشتري مسحوق غسيل كبير نشتري عشان يكفينا شهر الرجل يشوف هذا تبذير حلو. ليش تشترين كيس كبير ب 300 لا اشتري صغير ب 50 على قد احتياجنا ايوه فهو الرجل يقول لا ليش فدائما تصير عندهم مشاكل في هالنقطه هذه هي المرأة تؤمن بالاستثمار وبعدين المرأة تقارن بين المنتجات وتقارن بين الاسعار هذا ما يحدث عند الرجل هذا عندنا صبر لان الرجال ما عندهم صبر الله يصلحهم أي. أي الرجل ما يقارن ولا يشوف الجودة الرجال على ما تربوا عليه اللي استخدمته الأم في بيتها هو يعتمد على أي غالبا المنتج. يحب أشياء أي أي. ودائما يومه بموضوع الأسبوع ما يحتاج أشتري حق شهر كامل صحيح. لذلك تصير أحيانا الاختلافات طيب ومين يهتم بالجودة المرأة أكيد أوكي. المرأة تهتم بالجودة بالمقارنة بين الأسعار مواكبة الموضة تسأل تسأل صحباتها تسأل صديقاتها عكس الرجل يمكن ما يسأل إيه. فللأمانة المرأة أفضل في التسوق من الرجل للأمانة لكن استهلاكيا أكثر استهلاكية أكثر أكثر وممكن تشتري أشياء ما تحتاجها مثل ما قالت الأخت صح وممكن تشتري أشياء كمالية يعني تشتري مثلا عطور أكثر من احتياجها بس عادي تجيب لنا السعادة في النهاية يا دكتور أنا سعادتي ألزم ما علي ولا أوكي بس أحيانا لها ضريبة دكتور كلمنا عن هذه النقطة صحيحة هذه النقطة مهمة ليش دائما سعادة المرأة مربوطة في الشوبينج أو في التسوق بشكل عام يعني حتى دائما في دراسات يعني كانت تمر علينا من فترة لفترة يقول لك يعني المرأة المكتئبة لو راحت غيرت لون المناكير تختلف نفسيتها لهالدرجة فهمنا ليش هذه التركيبة موجودة في المرأة؟ أي سبحان الله يعني هذه للمرأة عاطفية ولذلك حتى في موضوع التسوق يعني يقول لك أفضل شيء أنك ترضي زوجتك الزعلانة توديها المول طبعا وتتمشى أنت وياها ولا تجيب لها سوارة ولا تجيب لها ساعة ولا تجيب لها قطعة ألماس نعم. شيء هذه يعني من الأشياء اللي ممكن ترضي المرأة فالمرأة يعني تعتبر هذا شيء دليل على المحبة أو على الذوق بس في نقطة مهمة دائما تجدين الزوجين يدخلون السوق مبسوطين ماسكين يدين بعض وكناري وما في حلا منهم ويطلعون دائما متهوشين جد والله هو قدامها سعيد هذا نروح معها يا دكتور لا جد والله ليش؟ نروح أصلا لأن الرجل ما عنده صبر ما عنده صبر يلف محلات ما عنده صبر أنها تروح تأخذ قياس أكثر من مرة وترجع ولذلك الرجل يصاب بالصدمة والذهول إذا المرأة طلعت من السوق ما شرت شيء ينجن يعني معقول هالسوق كله ما في شيء عجبك بس دكتور الرجل الذكي هو اللي يعطي حرمته الكريدت كارد ولا يحولها مبلغ
يقول لها روحي عيشي حياتك، انا ما مو يعني مو بستايلي السوق. هذا الرجل الذكي كذا انت تشتري راحه بالك. او مثلا في فكره مثلا انك تجعل زوجتك احيانا تروح مع اختها او صديقتها، نعم، او وانت داخل معها السوق تقول لها بجلس في كافي، انا بجلس بكافي، نشوفها كثير. اي وانت خذي راحتك، الله اعطاك ساعه، الله اعطاك ساعه ونص وارجعي لي. ترى هذا تعطي المراه حريه في التسوق، وفي نفس الوقت انت كرجل ما تحس بالتوتر والقلق وانك انت تعبت وانك لفيت. ترى هذه من الاشياء اللي ممكن يعني لو سواها بعض الرجال ممكن يطلعوا من السوق متصافين. صحيح، بدون بس لما ارجع البيت وانتبه للمسجات، تم الخصم تم الخصم، هنا يزعل عليها اسبوع او نقول يعني فداها. عموما يعني مع هذه كل الاختلافات اللي ذكرتها دكتور شجاع، خلينا نتكلم عنها، هل تعتبر اشياء ايجابيه او سلبيه؟ شوف، الاختلاف طبيعي بين الرجل والمرأة في كل شيء، في التسوق، حتى في قيادة السيارة، حتى في طريقة الكلام، يعني الاختلافات هذا موجودة في كل جوانب الحياة، تمام؟ ولكن المهم ليس الاختلاف، المهم هو التفاهم، أن يكون هناك تفاهم بين الرجل والمرأة في موضوع التسوق، موضوع شراء الحاجات، فهم مشاعر الشريك الآخر. أنا أعتقد أن التفاهم والحوار هو الأهم، فهمت علي؟ ولذلك يعني حلو ان الانسان يكون فاهم انه المراه مثلا تجد بالتسوق متعه، وتجد بالتسوق مشاعر حلوه، فهمت علي؟ فبالتالي ما يحرمها منها. وايضا حلو ان المراه تعرف ان الرجل سريع التذمر وسريع الملل من السوق، فممكن انا اخذ زوجي مره في الشهر، وبقيه المرات اذا انا احس اني محتاج اخذ اختي، اخذ صديقتي، فبالتالي ما أجعل السوق دائما سبب من أسباب توتر العلاقة بين الزوجين. في مقولة تقول، هي مقولة هم يقولون، هيقول لك الرجل عيبة أو الرجال عيبة في جيبه، يعني الرجال اللي ما عنده دراهم، اللي ما يصرف، أو حتى لو عنده ما يصرف، أو ما يحب إنه يصرف، أو في صفة البخل، هذا الرجال يعني أهرب منه. وش رايك في هذه المقوله خصوصا من السيدات؟ يعني السيدات دائما يتداولون هالمقوله. طبعا المراه لا يعني اكثر شيء تكره في الرجل البخل، هذا اكيد. وبقول لك شغله، تراها في دراسات اشارت الى ان الرجل البخيل في ماله بخيل في مشاعره. نعم، لأنه هو اصلا يعني لانه بخيل في ماله فاكيد حيكون بخيل في مشاعره، فبالتالي دائما الانسان الكريم بماله ترى كريم بمشاعره، فهذه تراها يعني صحيحة. إيه، لكن أحيانا ممكن بعض الرجال يكون عنده الحرص على المال، أو الخوف من أن يكون عنده ظروف أو شيء، في يكون عنده الصرف المقنن أو بطريقة معينة بسبب يعني احترازات عنده أو احتياطات عنده، وليست بخل. في فرق بين البخيل وبين الشخص اللي حريص انه ما مثلا ما يشتري اشياء غير مهمه او اشياء استهلاكيه. لكن في موضوع الشراء في نقطه مهمه، يقول لك اذا انت رحت للمول وعجبك شيء لا تشتري على طول. يعني مثلا عجبتك ساعه، عجبك عطر، اي شيء عجبك، لا تشتري في نفس اللحظه، انتظر يومين ثلاثه. صحيح، إذا بعد يومين ثلاثة حسيت نفسك نفس الشعور هذا موجود ونفس الرغبة موجودة، روح اشتر. صحيح، إذا هذه الرغبة كانت رغبة بسبب إضاءة المكان، النفسية في ذاك الوقت، لأن أحيانا النفسية لها دور، فإذا وجدت نفسك بعد يومين ثلاثة ما عندك رغبة في شراء هذا الشيء، فتأكد أنك ما تحتاجه. صح، هذه من الأشياء اللي ترى ممكن تكون تكتيكات تساعد على أن الإنسان ما يكون يعني مستهلك أشياء غير ما يحتاجها. يعني دكتور، احنا في زمن الحين في كثير من السيدات متزوجات وموظفات، يعني صحيح، اللي صاروا قليل جدا اللي هم يكونوا ربات بيوت. احيانا بتصير خلافات ما بين الرجل والمرأة، انه المرأة تصرف راتبها والزوج يشوفها بتصرف راتبها على اشياء فاضية، احتياجها شنطة او اي شيء مثلا يكون غالي، فهي بتقول انا مو قاعدة لا اطلب منه هو يصرف علي، مثلا يجيب لي هذا الشيء اللي هو يشوفه تافه، وبالنسبة لها انه بيغطي شعور، يعني بيعطيها شعور أكثر من رائع. هذه الخلافات يعني لو نبغى نفسرها أكثر، هل يحق للرجل أنه يقول لي زوجته لا تصرف الفلوس رغم أنه هي مو قاعدة تقرب من محفظته أو لا؟ لا، شوف، هي في النهاية حق للمرأة العاملة، هذا حقها، لكن احنا دائما نقول أن الحياة الزوجية مشاركة. أكيد، تمام، وذلك احنا دائما نقول للمرأة أو للزوجة، المال اللي أنت تستفيدين منه
في حياتك مع زوجك ترى ما في مشكلة. يعني مثلا حبيتي انك تستعينين بمثلا ربة عاملة مثلا منزلية وقال لك مثلا انا ما اقدر وانت دفعتي مثلا راتبها، ترى انت مستفيدة من العاملة المنزلية، فهمتي علي؟ حبيتي مثلا تسافري مع زوجك وحبيتي تساعدينه في بعض امور السفر وانت مسافرة معها اصلا، فانت مستفيدة، المشاركة حلوة. اي هذه ترى ما يضر، لكن الاشياء اللي انت ما لك علاقة فيها، يعني مثلا يجي يقول لك انا بشتري سيارة جديدة اعطيني فلوس، السيارة لك انت مش لي انا، فهمت؟ هذا موضوع مختلف. او مثلا بيزعلون عليك الشباب، لا الحق حق الحق حق. يعني مثلا والله اخوي مديون ابيك تعطيني فلوس اعطي اخوي، اوكي انا زوجتي بس ما لي علاقه باخوك، فهمت علي؟ هذه اشياء تعتمد على المراه، بس احيانا تجي من طيب خاطر، عادي تجي احيانا تقول انا زوجتك انا معك انا مع عليك، يعني عادي من طيب خاطر ما فيها مشكله. بس مثل ما قالت اخت، ليس الرجل، ليست المراه ملزمه، ليست ملزمه بانها تدفع، فهمت علي؟ لكن الرجل اكيد ملزم بالنفقه، بكل ما يحتاجه البيت وللمراه، لان هذه القوامه، قوامه الرجل انه ينفق على البيت وعلى الاشياء الاساسيه. 100%. طيب دكتور خلينا نتكلم عن، أنا دائما أحب أعطي أمثلة، أحب أعطي سيناريوهات ممكن يستفيدون منها المشاهدين اليوم، اللي هو على سبيل المثال أحد الطرفين عشان ما نحدد، هو سواء الزوج أو الزوجة من المسرفين، يعني أوفر، يعني الفلوس ما تجلس في يدهم ولا يعني على أشياء تافهة. كيف الطرف الآخر ممكن أنه يفتح معاه الموضوع بحيث أنه ما يكون في تجريح، ما يكون في سيطرة، ما يكون في تحكم، بس انه بطريقه نصح، انه يعني يا فلان او يا فلانه انت او انت بتضيع فلوسك في اشياء ما لها داعي. صحيح. شوف لو تجين عند الدراسات الاجتماعيه اكثر المشاكل الزوجيه هي بسبب الامور الماليه. الماليه اكثر المشاكل. نعم. دائما. واكثر الخلافات بسبب الامور الماليه. لذلك طبعا الناس يختلفون، في ناس عندهم قدره على انه يعني يوفر واستهلاكه طبيعي، وفي انسان مبذر مسرف سواء كان رجل او امراه. الافضل انهم يجلسون مع بعض ويشوفون مستوى الدخل عندهم ويعرفون ويفرقون بين الاشياء الاحتياجات الاساسيه وبين الكماليات. اي فبالتالي انا اروح للاحتياجات الاساسيه، كم نحتاج مثلا مصروف بيت، مثلا فواتير، مدارس الاولاد، الاشياء اللي يحتاجها البيت. اذا في باقي فائض وزائد هذا اوكي، لكن دائما ركز على موضوع الاساسيات والاحتياجات انها هي التي يجب ان تلبى. اما انه اخر الشهر يقول انا ما عندي شيء وبروح اتسلف يعني هذه صراحه يعني صعبه. ومثل ما تفضل دكتور شجاع، في النهايه هي مسؤوليه الرجل انه هو يوفر لعائلته، انه هو يامن حياتهم والاساسيات في البدايه والنهايه. دكتور شجاع القحطاني استشاري اجتماعي اسري، احنا نشكر لك تواجدك اليوم ونشكر لك قبولك هذه الدعوه. شكرا جزيلا. شكرا لك.